المهم لنشاهد هذا الفيديو. الآن هذا الفيديو نسميه انهيار السوق. انظر، هذا نسميه انهيار السوق. الآن يمكنك مشاهدة السوق ينزل أمام عينك كأنك تشاهد انهياره، تحدث تشاهد انهياره. الآن ستجد كل السوق ينهار، العملة الوحيدة هي الشيبة. سبحان الله العظيم، انظر، الوحيدة التي لا تنهار هي الشيبة الآن. عجيب أمر هذه العملة. إذا البي إن بي سنرى الأداء 49 صفر فاصلة، عفوا ليس البي إن بي، لكن سنرى اليو زي تي. بون، هاتي العملات كلها تنهار الآن، السوق كله ينهار. اللوزر، سنرى اللوزر أمامكم. هناك من نزلت ب40% قيمتها، و 24 فوليوم. البيتكوين كذلك يصبح رصودها أقل ثم أقل ثم أقل. الهوت البيتكوين مقابل اليو اس دي تي نزل ب26%. انظر، سندخل الآن للبي ان بي مثلا. لا، سندخل الآن من هذا المكان أحسن. إذا لنبحث عن انهيار السوق. هذا هو انهيار السوق. مثلا البي تي سي مقابل يو اس دي تي، سنرى كيف ينهار السوق. سنرى 1 2 3، هناك أحمر في أحمر، هناك دم في كل مكان، هناك الدم، هناك الدم في كل مكان. كم كانت العملة؟ هذه العملة كانت فقط ب64 ألف دولار، يعني 64 مليون سنتيم مغربية و800، قول 65 مليون، وأصبحت كم؟ 32 مليون فقط. فقط سنرى هذا في بضعة أيام يحدث الآن بسرعة. سنرى الدوج مثلا، ماذا يحدث لعملة الدوج؟ الدوج في 27 الآن. انظر انظر، هذا هو الدوج، نزل كذلك لي ل21، وها هو الآن في 28. هناك كذلك نزول، انهيار في السوق كامل السوق. الشيبة لن نتكلم عنها الأداء، انظروا إلى الأداء، هناك انهيار. وتذكر أسماء هذه العملات لأنها هي الأهم في السوق. انظر، هناك انهيار، وصلت الأداء ل11، الأداء وصلت ل11 في السوق. انظر، ولا زال هناك انهيار ثم انهيار ثم انهيار. انظر، إذا لنرى بالساعات. الآن رأينا الآذى، الإيثريوم رأيناه قبل قليل، هل توقف النزول؟ لا يزال هناك نزول. انظر، وصل إلى 1800 دولار. الهوت كذلك هناك انهيار، هذا هو عندما ينهار السوق كامل. انظر، كله في أحمر. مثلا هنا الفيت، انظر على الفيت كذلك، ستدخل ستجدها تنهار. ترى كل العملات تنهار في آن واحد. الآفي، انظر للآفي، انظر الآن ترون 224 دولار للآفي، نزل سعرها من 38 دولار، 384 دولار قبل، المهم فقط في بضعة أيام قليلة جدا. إذا سنرى غير الأبي ماذا؟ تي دبليو تي، الريف، البي تي تي مثلا، عملة المغاربة، عملة أمير رغيب. الناس البي تي تي الآن هم يخسرون خسارة الكلاب صراحة، خسارة فادحة جدا. هذه خسارة فادحة. انظر الآن هذه العملة، لقد فقد أصحابها رأس مال كبير فيها للأسف الشديد. انظر كيف نزلت، انظر، من 0.010 ل0.002، وهذا سيء جدا. الناس تفقد رصيدها يوما بعد يوم باستمرار في عملات سيئة السمعة. هاتي عملة الـ XRP أو الريبل،
سنرى كذلك، ترون هناك انهيار. إذا ما هي العملات التي تسلم من هذا الانهيار؟ لا توجد عملة ستسلم الآن من الانهيار. خلاصة القول أنك سنطل قليلا على عملة الماتيك. عملة الماتيك هي في الواحد وثمانين الآن، في 81. انظروا عملة الماتيك تنزل أكثر. كونفيرم. هل نشتري الآن في 81؟ هل نشتري الآن؟ أولا يجب علينا رؤية أين وصلت الماتيك. لا تزال تنزل وتغرس في الأرض. إذا سنرى الماتيك أي سعر وصلت إليه. لم تنزل أبدا عن 80، لا زالت لم تنزل عن 80. إذا سنشتري قليلا منها في 80، سنشتري منها 25%. أولا نريد البيع، كم عندنا؟ $75. إذا الشراء سنشتري $81. إذا هنا قصة عندنا معقدة جدا. بقي لدينا فقط $81. إذا سنشتري في 80 بعد قليل. سنشتري $40 باي ماتيك. انظروا السوق ينزل وينزل وينزل ولا زال ينزل. السوق صراحة يفلس. لا لن نشتري أي شيء الآن، دعونا نكمل الفيديو. إذا رأينا البيتكوين، الإيتريوم كلاسيك، الإيتريوم كلاسيك كذلك سنرى ماذا حدث لعملة الإيتريوم كلاسيك. انظر الإيتريوم كلاسيك من نزل من 65، انظر من 65 الساعة 15 للساعة 18 الآن، فقط في 5 ساعات نزل من 65 ل 42. تخيل معي، $65 $42، نزول رهيب جدا صراحة، نزول مقلق. أرى أن النزول الآن الذي نزل إليه السوق هو نزول مقلق جدا. ليس مقلق لمن يريد البيع، لمن يقوم بعمل هولد، صراحة هو مقلق للكل. إذا بولكادوت أو EOS، سنرى الإيوس كذلك. الآن نحاول فقط التركيز على السوق ونرى هل هناك استثناءات للسوق. كلها تنزل، كل السوق يفقد قيمته. ترى كل هذه الأمور تحدث في آن واحدة. ترى هذا الأحمر هنا وهذا الأحمر وهذا الأحمر وقليل من الأخضر، يعني أن السوق يفقد قيمته. سنرى مثلا سولانا كذلك. سولانا أظن هي هذه USDT. سنرى ماذا يحدث عند سولانا. أظن أن سولانا معزومة لحفلة ما. ترى سولانا من $58 نزلت ل$20. أو ماي جادنس. سنرى الآن هناك نزول صاروخي جدا عند سولانا. سولانا الآن لم تعد تساوي أي فلس في السوق. كانت $12 منذ بداياتها، 15 18، لكن سولانا محترمة في السوق. هي موجودة منذ زمن بعيد جدا ولم تفقد قيمتها الكلية، لا يزال هناك أمل. إذا كما قلت قبل قليل في اللايف، سيحدث فورماتاج هنا بالسوق. ترون كذلك الريف. الريف كذلك نازل جدا، لم يعد يساوي أي شيء. وهناك العديد من العملات الأخرى. العملة الوحيدة الناجية اليوم، الوحيدة الناجية هي شيبا. لا أدري لماذا هذه العملة كانت ناجية قبل قليل،
الآن لم تعد كذلك، لا زالت ناجية صراحة، فقد احتفظت بقيمتها اليوم، لم تنزل كثيرا شيبا، يعني لم ينزل سعرها كثيرا مقارنة مع بعض الأيام الأخرى. سترى الآن هي نازلة لكنها لم ينزل سعرها، لأن هذا الرقم الذي تصله الآن قد وصلته سابقا. انظر، يوم 19/5 كانت قد وصلت ل 0.0006، الآن هي 73، لا زالت يعني في مرتبة قوية. إذن الآن هذا هو فيديو انهيار السوق، شكرا لكم، تذكروا هذا الفيديو جيدا، لأن عندما ينهار السوق فقط حاول الاحتفاظ باليو اس دي تي، اجعل كل أموالك يو اس دي تي ولا تخاف من شيء. الآن ترون أنني قد اشتريت بضعا بعض الضوجات، شكرا لكم والسلام عليكم.